السلام عليكم، نهاركم مبروك ومربوح ان شاء الله. طليت عليكم بحاجه حلوه، كونفيتور تاع البومبلوموس بالمكسرات، معجون ملكي يحمر الوجه. كانت الوصفه في لاشين يوتيوب تاعي الاولى، الفكره كانوا وراوها لي خياتي بن يغزر بنفس الفكره. ثاني نديرو تاع الجينه وتقدمي حتى في الافراح. ديري معجون تاعك كيما نظاري. انا سكرفشت البومبلوموس، بيتو في الماء 24 ساعه وبدلت الماء كل 6 سوايع، طيبته في لاكوكوت 35 دقيقه، تصفيه تخليه يبرد تقطعيه على 4 وتديه نفس الكيل تاعو سكر. طيبت سيغو كيلا سكر وكيلا ماء، ومن بعديك حطيتهم يطيبوا. كي يعقد نحيتو، تحكمي هنا المعجون تاعك، تنحيلو لا بولب غير اللي لداخل، والقشره نخلوها لا ديكوراسيون. ديري المكسرات واش عندك. انا نادر جوز لوز وبيستاش. البراج تاع البومبلوموس راه مبجي، ونحكمو نخلطو بلا بولب هذيك، لكن شتيها فيها كان شده روحها، طحنيها في الغوبو. وعينك ميزانك، تحبي ديريها ناشفه، تحبي ديريها تقعد يسمى طريه. ديري دي بولات، تعاودي تعمري لو كرو هذاك اللي نحينا القلب نتاع المعجون، تعاودي تعمري بها. لكن كانت رقيقه هاكي تقدري تطويها، بصح لكن كانت خشينه تقعد واقفه كيما شفتو في الفيديو في الاول. واللي تبقى لك من هذيك نتاع العقده نديرو كويرات تاعنيهم ونحطهم في المعجون. ساهل ماهل، وتقدميه بطريقه راقيه في الكيسات ولا مع السيرو. الى اللقاء مع وصفه واحده اخرى ان شاء الله.